الله الرحمن الرحيم. ازيكم يا بنات، عاملين ايه؟ احنا النهارده هعمل بتنجان بطريقه حلوه قوي، مش هيشرب زيت معانا لان جالي تعليقات كتير البتنجان بيشرب زيت. انا هقولك دلوقتي ازاي هو مش هيشرب زيت. هقطع البتنجان بنفس الطريقه ديت كده دواير. طبعا لو حابه تشيلي القشر تشيليه، بس الفايده كلها بتبقى في القشر. كده انا قطعته بالطريقه ديت. دلوقتي بعد ما قطعته بالطريقه ديت حطيت عليه ملح، هنزل عليه بقى بدقيق، هرش عليه دقيق. بجد طريقه الدقيق ديت تحفه، هتخليه مقرمش معاكي كده وما يشربش زيت وما يبقاش طري كده وانت بتقدميه. جربيها. هنشوف دلوقتي كده واحنا بنحمره، وبعد ما نحمره هيبقى شكله عامل ازاي. تبداي بقى تحطي الدقيق على كله كده، هو مش كتير يعني. دلوقتي انا عملت على الناحيتين اهو بالطريقه ديت، يعني غطيته خالص بالدقيق. هنروح بقى مع بعض كده نقليه مع بعض في الزيت. دلوقتي هنزل بقى بيه على الزيت وهو سخن بالطريقه ديت كده. ودلوقتي بعد ما خد لون قلبته كده على الناحيه الثانيه، هيبدا اللي هو يتحمر اهو بقى معايا. هطلعه بقى من الزيت واوريه لكم بقى بعد ما يطلع من الزيت. دلوقتي بقى بعد ما طلعت البتنجان، بصوا ناشف ازاي، مش طريه. لو سامعين صوتها يعني بتخبط اهي، بصوا ناشفه معايا، مش طريه، بس هي سخنه جدا. احلى بتنجان بقى تكليب بالطريقه ديت. ما تنقعهوش بقى في ميه زي ما بينقعوه في ميه بملح، لا رش عليه شويه ملح كده بصوت، وبعد كده تتبليه في الدقيق زي البانيه كده. بجد هيطلع طعمه تحفه. طبعا دي وجبه جانبيه طبعا جنب اكل، او عادي ممكن تاكليها عادي من غير اي اكل كده، جنبيها بطاطس محمره وعيش، تبقى اكله شعبيه جميله وموفره. جربيه بالطريقه ديت، هيفرق معاكي جامد قوي. ولو عجبك الفيديو دوسيلي لايك، ولو اول مره تشرفيني دوسيلي اشتراك وفعلي الجرس عشان يوصلك مني كل جديد. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.